وفي الوقت الذي يشكل الدين محورا للشرعية والنشاط الأهلي والمدني في العديد من المجتمعات العربية الإسلامية، ويبرز دوره بقوة في ديناميكية العنف الراديكالي والتطرف الدموي في الكثير من البلدان والدول، نلمس حضور المسألة الدينية حضورا محوريا في الأحداث الجارية رغم التراجع الظاهر للأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية وانفجار الصراع الفكري والعقائدي داخل الحقل الديني بين الاتجاهات المحافظة والتجديد والراديكالية المتشددة. هذه المقدمة هي الأرضية التي ستتم فيها نقاشة اليوم في الجلسة الافتتاحية وفي الجلستين القادمتين غدا إن شاء الله. بداية من ضروري التنويه باستمرارية هذا المسلسل من الندوات وهذا المسلسل من اللقاءات المنظمة من قبل المؤسسة في مواضيع فكرية ثقافية سياسية مختلفة بمساهمة وطنية ودولية عربية وغير عربية، وربما أن هذه تجربة متفردة على صعيد بلدنا. واليوم سوف أشارك حول موضوع هام لنا فيه في المغرب ما يقال، وهو ذلك الموضوع المرتبط بصعود ثم انحسار الأحزاب الإسلامية في المجتمعات العربية. تعلمون أن كانت لنا علاقة خاصة بمن قاد تجربة حكومية من التيارات الإسلامية على هذا المستوى أساسا العدالة والتنمية، فجئت لأتقاسم بعض معالم هذه التجربة وماذا يمكن أن نستخرج من خلاصات انطلاقا من ذلك. إلى قيام حكومة بقيادة حزب بجذور إسلامية في المغرب في سياق ما سمي بالربيع العربي. التيارات الإسلامية عموما في المغرب، دون الدخول في التفاصيل سوف أحذف هذه الفقرة من العرض، هي تيارات التي تميزت بصعود تدريجي ابتداء من نهاية الستينيات أساسا في السبعينيات ثم الثمانينيات، من خلال بروز ما سيؤدي إلى إنشاء حزب العدالة والتنمية وهو الحزب الذي ترأس تجربة الحكومة سنة 2011 بعد تجليات مسمية بالربيع العربي. وطبعا هناك تيار آخر هام له وجود وهو تيار الرافض، تيار لا يريد أبدا أن ينصهر في النظام المؤسساتي المغربي الوطني ويستمر إلى اليوم في هذا الموقف. في المغرب حكم لكن الدولة غير الحكم. في المغرب فيه الدولة في يد الملك، بيضة الوطن لو نرمي بيضة على هنا لا بتعد تصلح لأن تغلى أو تقلى، ففي ضابط. الإخوان الحركات الإسلامية بنيت على حاجتين، أولا لما انتهت الدولة العثمانية كان في بدايات الحركات القومية في العالم كله. الإخوان المسلمين 1928 بدأوا مش ممكن تحكي لي على الدولة والخلافة. أولاً الدولة هذه بدأت كمفهوم 1648 بعد اتفاقية أوسلو. جامعة محمد ابن زايد للعلوم الإنسانية بأبو ظبي. نحن نحضر الآن منتدى أصيلة، وسأحاضر في مسائل الثقافة والصراع الفكري والعقدي في العالمين العربي والإسلامي، أنا ومجموعة من المحاضرين، وأنا من الزبائن القدامى
في منتدى أصيلة، بمعنى أننا نحن المشارقة أطللنا أول ما أطللنا على الثقافة المغربية من خلال دعوات منتدى أصيلة، وستكون هذه الندوة اليوم في مفتتح الأسبوع الثالث من أسابيع منتدى أصيلة، ستكون كما قلت حول الصراعات الفكرية والعقدية والمستقبل في هذا الظرف المحتدم في المشرق العربي وما يسمى بالشرق الأوسط. أقول إن أساس المشكلة العربية الإسلامية أو الإسلامية كلها هذه الثقافة المنقسمة أصلا، وفيها دخلت قوى ما يسمى الاحتجاجية الإسلامية أو تسمية الإحيائية الإسلامية بهذه الثقافة التي فرضت عليها الحداثة وتعتبرها تحديا لهويتها ومشكلتها. وفي هذا الانقسام في داخل الثقافة دخلت هذه الاتجاهات الإسلامية والحركات الإسلامية الباحثة عن الأصالة والمشاكل. أكتفي بهذا الحديث. الحقيقة تأتي ندوة أصيلة، هذا الموعد السنوي الذي ملتقى الأكاديميين والمفكرين العرب، هذه السنة سوف يتناول موضوع التحولات التي تشهدها الساحة الدينية في الوطن العربي خاصة بعد طوفان الأقصى. هل سوف تشهد هذه الحركات جماعات الإسلام السياسي أكثر راديكالية وعنفا، أم أنها سوف يبقى البحث عن السلمية في العلاقة بين الإسلام والدين والمجتمع والسلطة؟ الندوة سوف تسلط الأضواء على كثير من السيناريوهات، وسوف تناقش الرؤى والتجارب التي تعيشها هذه الحالة، أي حالة جماعات الإسلام السياسي في الوطن العربي. كانوا محسوبين بالتيار الفلسطيني ورفضوا، محسوبين على التيار الوطني أو جناح الأردن الوطني، وقال لك نعم لأنه أثر علينا بشكل سلبي. بعد عام 2000 تحت حرب العراق 2003 ما صار في اصطدموا بحكومة علي أبو الراغب ومعركة البلديات وانتخابات البلديات. 2005 بدأ المشروع الأمريكي وهم متناغموا معه وقدموا وثيقة إصلاح في السفارة الأمريكية واعتمدت وقرروها. 2006-2007 دخلوا إلى أزمات انتخابية داخلية وأزمات أيضا ما بعد فصل عدد من النواب بسبب تعزيز